المعلمة أنس، أهلا وسهلا بيكي المعلمة أنس أو المعلمة أنسة. طبعا تلك المعلمة هي من أمام تلك السيارة التي يعني هي موجودة أمامها لتتحمل عليها منتجاتها، تحمل تلك المنتجات على المنتجات، طبعا منتجات التمويل، يعني هي تاجرة التمويل. تلك المعلمة التي تلبس ترتدي جلابية الرجال، ترتدي جلابية الرجال وهي جلابية صعيدية، الجلباب الصعيدي اللي بيعبر عن الرجل الصعيدي. ازيك يا معلمة؟ ايه اخبارك؟ كويس. ايه عاملة تمام؟ تمام الحمد لله. احكي لي بقى ايه قصتك مع الجلابية؟ احكي لي. ايوه البس الجلابية. خليكي زي ما انت كده. قصتك ايه مع الجلابية؟ قصتك ايه مع الجلابية البلد؟ قصة الجلابية اني ساجر بقول يا عم حسن، وانا مسكت مكان من سنة 13 سنة، مشيت في التيار من سن 12 سنة؟ ايوه من سن 12 سنة وانت وانت ماسكة في التومين مع ابوكي؟ ايوه طبعا. انا عملت الوقت عليا. ابوك توفى وانت 12 سنة ولا ابوك كان عايش؟ ايوه 12 سنة. اتوفى وانت 12 سنة؟ ايوه. وانت كنت ماسكه معاه في التجاره؟ ايوه. بعد ما الاب اتمات ايه اللي حصل؟ بعدين رحت انا رخصت وعملت. لا ما انت اكيد كنت صغيره 12 سنه، ما رخصتيش على طول. ها؟ ما رخصتيش على طول وانت صغيره. و12 سنه مين اللي وقف؟ ما كملت السن. مين اللي علمك ومين اللي احكي لي؟ مين علمك تجاره التموين؟ علمني من بعد ابوي، انا رمحت الحالي. لوحدك؟ لوحدي قعدت ارمح. امك كانت عايشه لما ابوك مات؟ ها؟ امك كانت عايشه؟ كانت عايشه. اه. انا رمحت الحال للتجارة بعد ما كبرتي. ايوه تمام ماشي يا معلم. أيوة. قولي لي ليه بسمي نفسك المعلم انس؟ ليه؟ انا معلم عشان تاجر على الكل، على المركز تاجر التموين ودقيق. تموين ودقيق لازم كده. ايوه انت معلم والله. اه طب انت معلمه في الخرنجه؟ في الخرنجه. الناس كلها عارفاكي؟ اه كلي كلها عارفاكي. المحافظه كلها عارفاني. المحافظة كلها عارفاكي؟ ايوه. ووكيل المطاحن والتومين. والله؟ اه. انت مشهورة. تحياتي. دي جمعية استهلاكية بتاعت التومين. ايوه ليه؟ اه. مش انا اللي قاعدة فيه؟ الناس ايه لما لبستي جلابية الرجال، ايه الناس قالت عليكي؟ ايه اخذت كلمة يا معلم. خدت بالك يا معلمة؟ أيوة. ما حدش قال حاجة تاني عليكي. ايه. انت ليه لابسة اللاسة دي؟ ها؟ ليه لابسة لاسة الرجالة؟ انا ماسك كرامتك. ليه؟ ماسك كرامتك. ما حدش بيعرفني كده. لازم يعرفوك كده من انت معلم. ايوه. اه. اللي معلمني. طب ليه لبست جلابية الرجال؟ اشمعنى جلابية الرجال لبستيها؟ ايوه عشان. طب ممكن تبقى معلمة؟ ايوه عشان ما حدش يعرفني اني اقابل رجال، اقابل اعرفهم، كأني راجل زيهم. اه. ليه عايز تبقى راجل انت؟ ايوه عشان المهنة بتاعتي. عشان المهنة. ايوه. ابوك مخلف كام عيل؟ ها؟ ابوك مخلف كام؟ خلف ست رجالة وماتوا، خلفوا عيال. ماتوا كلهم؟ كلهم. اه. خلف بنات. خلف بنات. ايوه. وانت كان نفسك تبقى راجل؟ ها؟ انت كان نفسك؟ ايوه انا عاوز. انت صغيرة كان نفسك تبقى ولد؟ ايوه. لا قلت ايوه كده، انا من اول ما طلعت بقول لك. وانت نفسك تبقى ولد؟ ايوه. ما كنتش ليك شخصيتك زي الرجالة؟ ايوه. اه عشان التجارة؟ ايوه. عشان ما حدش ياخد فلوسكم؟ كل واحد عشان ما حدش يتكحرني. ما حدش يسلطني علي. ما حدش يسلطني عليكي؟ ايوه ايوه. انا اللي سلطانيه معايا. مع مين؟ في المركز كله. مع نفسك؟ ايوه. قولي لي بتتعاملي كيف مع الناس؟ مع التجار؟ مع الناس متقبلاكي كده ولا قابلتي تحديات؟ الناس بقت لا مش حابه ان انت تلبس. الناس اهل الناس، ناس تشمط من الدقيق، تشمط التومين ونسكت. لا يعني كلميني على الجلابيه، لما لبست الجلابيه الرجالي دي لبستيها وانت كم سنه؟ كتير لبستها من سن 20 سنه. من 20 سنه؟ قول اول ما نزلت على رمحت رخص مستودع دقيق وطول. باسمك؟ ها؟ رخصتي باسمك؟ كل حاجه باسمي. ايوه. بعد ما كان اسم ابوكي؟ ايوه. واخواتك البنات ما قالوكيش مالك؟ لا ما يقدروش. حاجه معايا ده من نفسي. ما هو بتاع ابوك الاول. أيوة. رخص نفسه ما كانش عليها رخصه. اه ما كانش عليها رخصه. الرخصه انت رخصتيها. انا قدمت على الحاجه. وقدمت لوحدك؟ قدمت لوحدي، ما حدش معايا. لما لبست الجلابيه دي الناس من 20 سنه تقبلتك وانت ولا قالت عليك كلام؟ ايوه عرفوني كمان. تمام. وكانوا يخدموني الخدمه الكبيره كمان، اول ما يعرفوني على طول. ايوه
كمل وبعد كده. ايوه. ولما كانت ولما لبستيها ما حدش عيب عليكي، ما حدش ضحك عليكي، ما حدش قال لك ليه كده؟ كلها فرحانه. كلها فرحانه؟ ليه طب كلها فرحانه؟ ايوه. ملك القوه. يعني كرامتي. طب وايه فيها؟ انت لو لبستي جلابيه ستات. ايوه. مش هتكسر كرامتك؟ بدل خلتني اعرف الناس. الله. هي جلابيه؟ ايوه جلابيه. هي الجلابيه مسرتك الكرامه؟ ايوه جلابيه هي اللي خلتني يجيني. ما لبست لك الجلاليب. الله. جلاليب الحريم ما تنفعش؟ لا انا ما طلعت حريم. ليا؟ لا كرامتي كده ليها قيمتي. ليه تكرهيهم الحريم؟ مع المحافظ مع التومين مع المراكز. ليه طيب؟ على طول اخر احترام. لكن لو جلابيه ما فيش احترام. عرفاني؟ من غير جلابيه ما فيش احترام؟ ما بقدرش اداعب مع اي واحد. ليه؟ لكن بفرم لك الناس فرمني. ليه طيب ما تقدرش تداعب معاهم؟ انا افرمها. تومين افرم. مركز افرم. بس طيب ماشي ماشي. ايوه طبعا. دركتي العربيه دي بتحمل عربيه بتاعتك؟ لا عربيه المشي. عربيتك الثانيه؟ لا مشت عربيتي اللي كانت هني. كانت هني؟ انت تروح هتروحي مواصلات؟ ايوه. لا مره كذا مره انا بحمل سكر. انت بتحمل ولا بتجيب عمال يحملوا؟ بجيب واحد ايوه عربيته ويحمل. ده كذا مرة حملت في الشهر ده. كذا مرة تحمل في الشهر ده؟ ايوه ثلاث مرات وديت. وهالمرة الرابعة دي. الحمولة الواحدة بتكفيكي قد ايه في الشهر؟ لا نفس حملت حمولة خلصت في رمضان فضلت ما قعدتش ثلاث ايام. انزحام بالالافات الناس. انت لو شفتي وقت الزحام الشديد كان شفت وصورت الدنيا. في الزحام الشديد؟ ايوه ده زحام بيبقى فوق بعض. طب بما انك في الخرنجه والخرنجه قريه وكلها رجاله مبسوطين بيكي كده ولا لا؟ أيوة ولا متضايقين انك تلبسي زيهم؟ لا الواحد لو اتكلم ممكن يجيب لك رشاش اقعد بحدك. كلهم بالاحترام يخافون. كله يحترمك؟ التحيه. الناس كلها تحرمك وتحترمك. مليان بجيب لهم دقيقه واجيب بلا جعان بجيب لهم دقيقه من مطالع بعيد. وياكل من الجوع. ياكل من الجوع؟ مركز قوس ما حدش يقدر يجيب. انت بتجيبي كم حموله؟ ها؟ الحموله فيها كم طن؟ كثير اربع حموله في ولا 25 26 طن دقيق. تجيبيه؟ التجاره دي انت بتديريها لوحدك؟ ايوه. عارفه تديري لوحدك الموضوع؟ ايوه مليا. ما شاء الله عليكي معلمه. انت فوق المعلمين والله. قولي لي مبسوطه كده وانت لابسه الجلابيه؟ اخر تمام. لو ما كانش كده ماليش عازه. ماكيش عازه؟ ايوه. يعني ايه ماكيش عازه؟ ايه ماليش. هي دي مخلاني قيمه. مخلالك قيمه؟ عارفاني مع الناس الكبار والدنيا. وايه؟ ومع الضباط في الاقصر هناك لما فتحوا العماره. عماره في الاقصر. عندك عماره في الاقصر؟ ايوه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. انا ست ضارب في الدور كتير. طيب ربنا يزيدك ويبارك ان شاء الله. خليني اتكلم على الجلابيه الصعيديه. انا شايفه ان هي تمثل الرجوله. الظروف الناس بتبيع وتشتري. ايوه عشان الرجوله ما حدش. بتجيك حريم تشتري منك تومين؟ ما حدش. ها؟ بتجيك حريم تشتري منك تومين؟ كثيره بتشتري. ايوه بتاخد تومين؟ ايوه. بتخليهم يمشوا ولا بتوقفيهم؟ مين؟ الحريم. بوقف ما اصرف لهم، تاجي الناس تضغط عليهم الرجاله ازحف الرجاله. يعني تديهم؟ ابعدوا قلت الادب امشيهم هم قدامكم. تمشي الرجاله قبل الحريم قبل الرجاله؟ ايوه عشان امشي الحريم ياكل. طب لما انت بتحبيهم وبتمشيهم الاول في الشغل. ليه؟ ليه تشبهتي زي الرجاله؟ بمشيهم عشان الناس بتتزنق عليهم. تمام. معناه ان انت بتحترمي الستات؟ ايوه اوقفهم يعني. معناه ان انت بتحترمي الستات؟ لازم. انت لو اي واحده مش تحترميها وتمشيها ولا تخليها تتدخل مع الرجاله. تمام. ارجع ورا سنه. ادي العمليه. ارجع ورا سنه. وبعد كده؟ يعني بيجوا يشتروا منك ويبيعوا منك. انت تاجره تومين من 20 سنه؟ ايوه. لك كم؟ لك كم سنة دلوقتي؟ لك كم سنة دلوقتي؟ في تاجر بتاع 60 دلوقتي. 60 سنة دلوقتي؟ وعندك طاقة تشتغلي وما شاء الله عليك. ايوه كل حاجة. ما شاء الله عليك، ما شاء الله ربنا يديك صحة. طيب. أما تاجر كيف طاقة؟ توجه إيه رسالة للناس للرجالة وللحريم اللي بيشتغلوا واللي ما بيشتغلوش برضو. الناس اللي نايمة في بيوتها ما بتشتغلش، توجه لهم إيه رسالة؟ إيه تقولي لهم يعني نصيحة؟ نصيحة يعني تنصحيهم تقول لهم اشتغلوا وشد حيلكم؟ ايه ممكن تقول؟ من الناس بيودها الناس يعني مش من الناس. تود الناس. مش بنكره حد. انت من 20 سنه لابسه الجلابيه دي؟ من 20 سنه. هتقلعيها ولا لا هي؟ لا ابغى لبساهم. معك كم واحده غير دي؟ كثير.
معك كذا جلابيه؟ ايوه بغير. مين بخيطهم لك؟ مين بخيطهم لك؟ بشتريهم جاهزين للرجال. دول جاهز يعني الجلابيه دي جاهزه؟ ايوه. ليه ما بتفصليش عند راجل؟ ما بتفصليش ليه؟ الرجال بشتريها مني. بقول لي بجيب خلق هنا. يجيب خلق جاهز. من فين بتجيبيه؟ باجي في البلد. من قوص ولا من الخرنقه؟ من قوص. يا قوص ويا الخرنقه. يعني مش بتفصليها تفصيل جاهزه؟ جاهز. جاهزة. معاكي كم واحدة وكم لون؟ كم جلابية معاكي؟ أنا عارفة حقيقة. معاك كتير يعني؟ أيوة معاك. كم لاسة معاكي وكم طقيه؟ معاي كتير. كم لاسة وكم طقيه؟ معاي أربعة وأربع لاسات وكله. أيوة، ارفعي لنا الطاقية خلينا نشوف اللاسة اللي أنت لابسها. ارفعي لنا الطاقية كده شوية. خلينا نشوف اللاسة اللي أنت لابسها. ليش شوفيها؟ عشان نصور؟ عشان إن شاء الله عليك. بصوري ما أنا حاطة عليها الطاقية. حاطة عليها الطاقية. ما شاء الله عليك. ما قابلتيش تحديات ولا صعوبات من لما الناس ما عجبتش عليكي لما لبستي جلابيه؟ لا وي، الناس فرحانه. الناس كلها فرحت. وي. ان انت معلمه. هو ما كانش ايوه كده ما بقاش معلمه. ما تبقيش معلمه. بقى زعيمه. زعيمه انت ايتها المعلمه. معلمه. طيب معلمه انس طبعا زي ما انتم شايفين في الصوره هي ترتدي زي الرجال. ومن نفسها من زمان كان نفسها تكون ولد ولكن ربنا يعني ما اراضش طبعا ابوها ما خلفش بنات خلف كل خلفتها بنات فبالتالي هي حبت ترضي ابوها وتكون هي الولد وهي الراجل والجلابيه بالنسبه لها بتمثل القوه بتمثل الكرامه فهي لبست جلابيه رجال وهي معاها اكتر من جلابيه واكتر من لاسه شكرا ليكي معلمه انس او المعلم انس كما تطلق على نفسها وتحب جزيل تحب كثيرا تلك الكلمه شكرا لك معلمه مره ثانيه شرفتنا نورتنا على موقعنا موقع خبر لايف طبعا اعزائي المتابعين شكرا لكم كانت معكم اسماء عطا من محافظه قنا شكرا لكم تابعونا في حلقات اخرى ان شاء الله.